نبدأ كده بأول حاجة في المعرفة، وهي معرفة الستايلز، الانتير ديزاين ستايلز. لازم انت كمهندس ديكور تبقى عارف كويس قوي ايه هي اشهر الأنظمة او الطرز المستخدمة في التصميم الداخلي. طبعا التصميم الداخلي ليه اكتر من 20 و30 نمط، بس بيبقى فيه حاجات طالعة من أنماط، يعني بيبقى فيه أنماط متدرجة تحت بعضها، هي طالعة من بعضها أصلاً بس باختلاف بسيط قوي. فإحنا هنتكلم عن 10 ستايلات أو 10 أنماط. العشرة دول هم 10 أساسيين، هم دول العشرة الأساسيين. بتلاقي مثلاً جزء من واحد أو من العشرة دول طالع منه نمطين تانيين فرعيين وهكذا، لكن العشرة اللي احنا هنتكلم عليهم دول الاساسيين، دول لما تيجي تتكلم مع عميل تقول له انت عايز ستايل كذا ولا انت عايز ستايل كذا، لا مش هتقول له كده. دي رقم واحد، عمرك ما بتقول للعميل انت عايز ستايل تقول له راستيك، ولا هتقول له عايزه مينيماليست، ولا عايزه اندستريال، هو مش هيفهم الكلام ده. لكن انت لما بتيجي تعرض على عميل انت بتوري له صور، بس انت بتبقى عارف بينك وبين نفسك ان الصور دي هي ستايلز كذا وكذا وكذا وكذا. لما هو بيختار ستايل هو عاجبه انت بتبدأ تشتغل عليه. يعني احنا عندنا 10 انماط مثلا، هنتكلم عليهم العشر الاساسيين في العالم كله. لما تيجي تشتغل مع عميل او لما تيجي تتكلم مع عميل، انت بتبقى مقسم مثلا 10 الستايلات دول ل10 صور، او من كل صورة او من كل نمط كذا صورتين. هو لما هيتفرج عليهم هيبدأ يقولك اه والله انا عاجبني الجو العام بتاع الصورة دي. خلاص انت بينك وبين نفسك عرفت هو عايز ايه، لان هو العميل مش عارف اكتر من انه في حاجة اسمها كلاسيك وحاجة اسمها مودرن. دول اكتر نوعين او دول اكتر حاجتين العميل بيبقى عارفهم، كلاسيك ومودرن. اول ما هتقوله كلاسيك هيجيله في دماغه زي الصور اللي احنا شايفينها قدامنا دي، واول ما تقوله مودرن هيجي في دماغه برضو ستايل تاني. لكن هو فعليا الكلاسيك والمودرن الاتنين طالع منهم انماط كتير قوي، وبس مش بس كده، ده كمان طالع غيرهم او في انماط غيرهم. هو ممكن بالنسبة له ده يبقى مودرن، بس هو فعليا مثلا ده راستيك، او مثلا ده اندستريال. فاحنا هنشوف ايه الفرق ما بين الانماط دي، ونشوف ازاي لما انت تعرض على عميل تقول له بتعرض عليه الصور زي ما احنا قلنا كده، وزي ما انا قلت لك بتعرض عليه صور، تبقى انت عارف الصور دي من انماط ايه. هو الصوره اللي هتعجبه انت هتعرف خلاص انت هتشتغل الديزاين بتاعك بانهي ستايل. اول ستايل معانا هو الكلاسيك العادي جدا، اللي هو البدائي او ده اول ستايل بدا معانا. الكلاسيك بيمتاز دايما بالزخارف الكتير قوي، سواء في الكرانيش سواء في البانوهات. يعني هو بيستخدم كتير قوي البانوهات، طبعا دي حاجه باينه قوي، بنستخدم بانوهات كتير قوي. كمان البانوهات دي بتبقى مزخرفه بشكل كبير، سواء بقى بالذهبي او باللون اللي انا مستخدماه في الديزاين نفسه. فالكلاسيك بيعتبر بشكل كبير قوي بيعتمد على حاجتين، الزخارف الكتير والستيل. الستيل في انه يبقى ظاهر تفاصيل اي فرش انت حطه، سواء في سرير سواء في سفرة سواء في كنبة سواء في كراسي، بتبقى تفاصيل الفرش او حتى القوايم بتاعة الفرش فيها شغل زخارف. الالوان ايه؟ بنستخدم الالوان في الكلاسيك الوان دايما محايدة، لان هو او الوان البيجات مع الابيض مع او الزيتي، او الوان دايما صريحه يقدر عليها ان هو يشتغل عليها التفاصيل دي او الزخارف دي بطريقه بارزه وواضحه. فهو بيستخدم بانوهات، هو اساسا بيستخدم بانوهات، بس هو اساسه في البانوهات الزخارف والرسومات اللي جواها او على الاطراف بتاعتها. فلما تشوف حاجه كده وتفاصيل الفرش بتاعها باين، ده كده اعرف دايما انه ستيل، اعرف كده دايما سوري انه كلاسيك. يعني حاجة زي كده دي كلاسيك. هو الصورة واحد مثلا زي دي مركبة بين اتنين ديزاين ستايلز، وهنبقى نقولهم، بس انا عايزاك تاخد بالك قوي من الفرق ما بين التلاتة او الـ5 صور دول والصورة دي. الخمسة دول مشتركين في البنوات او في المربعات او في الوحدات
المكررة على الحيطان أو في السقف، مشتركين في الزخارف الكتير قوي سواء على الحيطان أو على السقف، مشتركين في تفاصيل أو القوايم بتاعة الفرش بتاعي كلها زخارف وكلها زي ما بنقول الرسم أو التفاصيل الزخارف بتاعة الفرش تقيلة تقيلة، وده طبعا بيبقى أغلى أغلى من المودرن. يعني التصميم الكلاسيك بيبقى أغلى بكتير من المودرن. هنتكلم قدام عن موضوع البرايس ليست وإزاي تحدد سعر شغلك. طيب تاني نوع أو تاني ستايل معانا النيو كلاسيك. النيو كلاسيك، النيو كلاسيك هو بين المودرن وبين الكلاسيك، بين المودرن وبين الكلاسيك. طب ايه الفرق؟ النيو كلاسيك هو بياخد من الكلاسيك العناصر بتاعه التكرار اللي هي البنوهات، زي ما احنا شايفين كده انا بيبقى معايا بنوهات متكرره كتير قوي، نظام الاضاءه، الاباليك، نظام الزخارف في السقف شوية، ولكن ببدأ عليها أحط عناصر جديدة أو مختلطة، وهي مثلا الاسبوتات أو بيت النور أو الجزء الإزاز أو الجزء البارز. نيجي هنا في الفرش نلاقي إن أنا استخدمت برضو الفرش الكلاسيك اللي هو بدأ يبان أو يخفي معايا، بدأ يبان معايا أصل القوايم أو الرجول بتاعة الفرش بتاعي مش مخفية. طب حاجة زي دي اقول لك دي رايحة شوية اكتر للمودرن، رايحة شوية اكتر للمودرن. لكن لو هنتكلم عن نيو كلاسيك الصريح، فانا معايا الصورة دي، البانوهات باستخدام جواها ورق حائط باستخدام وحدات الاضاءة الاباليك، لان هو كان بيعتمد كبير قوي. يعني لو بصينا هنا في الكلاسيك، بص هو بيعتمد بطريقة واضحة او بشكل واضح على الاباليك وعلى وحدات الاضاءة اللي نازلة من السقف مش سبوتات. لما جينا دخلنا هنا في النيو كلاسيك، لا بدأت أضيف الاسبوتات، بدأت أضيف بيت النور أو بمعنى أصح الإضاءة الغير مباشرة سواء في الحيطة أو في السقف. بدأت أضيف كمان إن ممكن يبقى الفرش بتاعي القوام بتاعه أبسط شوية من الكلاسيك، أو في بارز معايا وفي تفاصيل، بس ممكن أستخدم قوايم أهدى شوية. زائد إن أنا نفس وحدات اللي كنت بستخدمها على الحيطان بدأت تنزل معايا وتبقى كأضاءة على الطاولات او على الترابيزات. بدأ هنا ان هو يدخل اشكال بنوهين، واحد مستطيل في واحد مربع وهكذا، ويبدأ جواهم ورق حائط. فده تجديد، تجديد للكلاسيك بطريقة شوية مودرن. يجي بعديه المودرن خالص بقى، يجي بعديه المودرن خالص اللي هو ايه؟ المودرن خالص كان شايف ان الكلاسيك او نظام الكلاسيك كله زحمة، زحمة كتيرة، زحمة في التفاصيل، زحمة في الحيطان، زحمة في الفرش. لا، هنا عكس تماما الكلاسيك. نظام المودرن ستايل هو عكس تماما الكلاسيك. بدأ انه يشوف ان انا عندي خطوط نظيفة، بدأ يبقى عندي خطوط نظيفة، بدأ يبقى عندي زخارف قليلة جدا، الوان محايدة تقريبا، بتبقى ما بستخدمش فيها الالوان الزاهية خالص، زي يعني بستخدم ابيض، رمادي، بيج، الكافيهي، الحاجات اللي هي هادية دي. بتميز كمان بحاجة اسمها الارضية المفتوحة او المساحة المفتوحة. يعني ايه؟ يعني انت زي ما انت شايف كده انا ما عنديش فواصل. يعني انا لو بصيت في الكلاسيك، لا الكلاسيك واضح حيطان الحدود بتاعتها باينة، الارضية او الفراغ محدد بشيء. لما تيجي تبص للمودرن، لا انت تحس ان الفراغات مفتوحة على بعضها، المساحات مفتوحة، وده اللي بيتميز بيه المودرن، اسمها المساحات المفتوحة او الارض المفتوحة. وده كمان بيخليني ان انا بحدد الفراغات بتاعتي بالفرش. يعني ايه؟ يعني انا في الكلاسيك كنت بقسم حيطان حيطان وكل حيطة عليها الزخارف بتاعتها، لا انا في المودرن بيبقى الفرش بتاعي هو اللي بيقسم لي الفراغ. يعني هاجي مثلا لحد هنا، لو صورة زي دي، هو خلاص بوضعية الفرش بالطريقة دي هو فرق لك الليفينج عن السفرة، ما اضطرش ان هو يبني حيطة. فنفس الموضوع هنا، عندي ركنة وعندي ترابستين، ووراها في المطبخ والبار، وراه هنا جزء تاني نفس الموضوع، هنا عندي جزء
عند الشباك او الليفينج، وراه هنا فيه جزء تاني، فاصبح المساحات عندي او الفراغ عندي اسمه فراغ مفتوح، او بستخدم المساحات المفتوحة. كمان بدأت المفروشات تتغطى تفاصيلها، المفروشات زي ما احنا شايفين كده بيتغطى تفاصيلها، ما يبانش معايا رجل الفرش الا مثلا لو في كرسي او في حاجة، انما الباقي لأ، باين معايا بس الفرش او المنسوجات. فنيجي كده، تعالوا كده نراجع. في الكلاسيك كان العكس تماما، انا التفاصيل باينة، الزخارف كتيرة، الحيطان متحددة، شغل كتير او زحمة في التفاصيل. في النيو كلاسيك هو واخد الهدوء بتاع المودرن بالالوان بشوية من تفاصيل الفرش، وواخد حاجات كتير قوي من الكلاسيك زي الهيكل الخشبي او الجزء المعدن مثلا بيبقى فيه زخارف كتير، ارضيات بيبقى معظمها زي ما احنا شايفين كده مثلا رخام او خشب، بيديني مساحة او ان هو يقدر يحددني وهكذا. بمعنى اصح هنا كانت الزخارف في الحيطان كلها او في الاجزاء كلها، هنا الزخارف كانت في العناصر المكملة للفراغ، يعني الحيطان كلها هادية ولكن جه في الفرش عمل نقطة الزحمة اللي احنا بنتكلم عليها ونقطة التفاصيل الكتير اللي احنا بنتكلم عليها زي ما احنا شايفين كده، اصبح الفرش بتاعه هو اللي فيه تفاصيل تخليني اقول ان ده واخد من الكلاسيك. اما المودرن فهو صافي خالص، هادي، الفرش مش باين فيه اي قوايم، الحيطان زي ما احنا شايفين كده خطوط واضحة ونظيفة ما فيهاش اي لعب ولا اي حاجة، الوان حيادية عادية جدا، الارض بيبقى معظمها من الرخام، او لو انا هستخدم الخشب بيبقى الفاتح اللي بيديني وسع للفراغ، تقسيم الفراغ نفسه بيبقى من الفرش مش من الحيطان، يعني المساحات المفتوحة. فدي كده اول تلات انواع معانا، وزي ما شفنا ان التاني هو النيو كلاسيك، هو واخد من المودرن وواخد من الكلاسيك. طيب تالت نوع معانا وده مختلف بقى خالص عنهم، اسمه الراستيك ستايل. الراستيك ستايل بالمعنى، لو احنا هنعرفه بالمعنى او في كلمة واحدة، هو زي الستايل الريفي او من الطبيعة، يعني ستايل ريفي بيستخدم كل عناصره من الطبيعة زي ما احنا شايفين كده، كل عناصر التشطيب بتاعته جوه هتلاقيها من الطبيعة، سواء خشب سواء حجر سواء الجلد على الكراسي او على المفروشات، المعدن في الترابيزات او في الشبابيك، واضح بتلاقي ان عناصره كلها من الطبيعة، مفيش حاجة تتجمل عليها او مفيش حاجة تغطي على التفصيلة دي، يعني ما دراش الخشب مثلا بتاع السقف بحاجة، وما دراش الحجر بحاجة، وما دراش، شوف حتى الترابيزة، حط الترابيزات من الخشب، الخشب واضح وصريح مش خشب مصنفر ولا متعدل ولا اي حاجة، لا الخشب على طبيعته زي ما بيقولوا على طبيعته. يبدأ بيه ان هو يستخدم اي حاجة او اي عنصر من الطبيعة او اي زي ما بنقول ماتيريال من الطبيعة جوه الفراغ بتاعي. حتى بص الاباجورات مستخدمها تفاصيلها منها، الاضاءة من الخشب او من الخوص، كله من عناصر طبيعية جدا او من مواد من البيئة طبيعية جدا بدون اي تجميل او تصنيع، فبيعتمد كاملة على الخشب على الحجر على المعدن على الجلد في المفروشات، طبعا واضحة جدا. بعدي الستايل اللي بعدي اللي هو رقم خمسة، خامس ستايل معانا، هو الكونتمبرري ستايل او بما يسمى بالعربي بالتصميم المعاصر. المعاصر او تصميم معاصر هو تحديث شوية، او ده الابديت بتاع المودرن، احنا بناخدهم كده يعني بالترتيب او بكل حاجة بالابديت بتاعتها، زي ما تقولكوا هم كلهم اصلا طالعين من بعض، ولكن بيبدأوا ان هم يتصنفوا طبقا للتفاصيل اللي بيبقى جوه الستايل نفسه. فالكونتمبرري هو ابديتد للمودرن ستايل. ازاي؟ لما لقوا ان المودرن ستايل لا ده فاضي قوي، يعني هو احنا هدينا الموضوع خالص بتاع الكلاسيك، بس اصبح معايا مفيش تفاصيل كتير قوي،
لا انا عايز اضيف لمسة جمال، عايزة اضيف الوان على الستايل بتاعي، عايزة اضيف زي ما نقول روح للفراغ اللي انا عايشة فيه. فبدأوا ان هما ياخدوا التفاصيل بتاعت المودرن اللي هي المساحات الواسعة والمساحات المفتوحة، الخطوط النظيفة، السبوتات والإنديركت لايت، نفس الموضوع، وخدوا نفس الألوان المحايدة وكل حاجة، بس بدأوا ان هما يضيفوا تفاصيل على الفرش، بدأوا ان هما يضيفوا تفاصيل على الفرش، اما من خلال القماش الزاهي او الالوان الزاهيه زي ما احنا شايفين كده، بقيت بقى في الوان دخلت معايا على التصميم، او ان انا بستخدم الازاز بقى معايا استخدامه اكبر بكتير، انه بقى بيوضح او بيدخل لي اضاءه عاليه، استخدام المعدن بقى بيظهر معايا في تفاصيل كتير قوي لانه بيضيف لمعان. هو انا عايز احيي الستايل، احيي، فنظام الاحياء ده هيجي من التفاصيل، هيجي من تفاصيل الفراغ نفسه. فهو التزم بالقانون او الرولز الاساسية بتاعة المودرن اللي هي الخطوط النظيفة والفراغات المفتوحة، وبدأ يلعب في مكملات الفراغ زي الفرش من الوان او ديكورات خاصة بالاباجورات، مثلا بقت معدن، حتى الارت وورك اللي بقى يتحط على الحيطان او اللي بقى يبقى موجود في السجاجيد، النقشة بتاعته بقت فيها اختلاف شوية، فأحيت شوية المودرن، خليته من بدل ما هو كان صامت قوي زي ما احنا نرجع له تاني كده نشوفه تاني اهو، بدل ما هو كان سادة قوي، حتى كان السجاد بتاعه كانوا بيستخدموه هادي سادة ما فيهوش اي تفاصيل، لا جيت هنا استخدمت الوان، في زخرفة شوية في السجاد اللي بحطه، في ارت وورك الوانه مختلفة عن الوان الحيطان والارضية، فبقى بيصح معايا الموضوع شوية، استخدمت الوان زاهية سواء في الاقمشة اللي انا عملتها في الفرش او في تفاصيل على الحيطان او على الديزاين بتاعي، استخدمت المعدن خدته في الاجزاء المكملات، اصبح عندي روح اتضافت على الستايل المودرن. بالنسبة للعميل لما يجي يشوف ده ويشوف المودرن، الاتنين بالنسبة له مودرن، الاتنين بالنسبة له مودرن، بس انت تبقى عارف كويس قوي ده مودرن ولا ده اللي هو الكونتمبوري او التصميم المعاصر، ده التصميم الحديث ولا التصميم المعاصر. خلي بالك كمان ان التصميم الحديث ده كان ظهر في وقت اللي احنا ظهر فيه النظام العمارة الحديثة، اللي هو كان اصلا خالي من التفاصيل، كان كلها مجرد لو نفتكر ساعتها كانت بلوكات العمارات او المباني بلوكات ليس لها اي تفاصيل. فلما جينا او جه يقول لك لا انا عايز احدثه شوية او اعمله تصميم معاصر، فظهر معايا النظام الانتيرير ده، اي حاجة كانت في العمارة كانت بترد معايا على التصميم الداخلي. فبدأ ان هو خد مبادئ المودرن وبدأ ان هو يضيف عليها مكملات او اضافات جوه الفراغ تديها روح شوية، من خلال الالوان في الفرش والاقمشة، من خلال الارت وورك، من خلال الازاز، من خلال اجزاء المعدن، كل ده ضاف معايا عن المودرن. يبقى هو ده كده النظام الخامس الكونتمبوري او التصميم المعاصر. النظام السادس وهو البوهيمي، الستايل البوهيمي، وده كلنا نسمع عنه. طب ايه الستايل البوهيمي؟ الستايل البوهيمي هو حاجة شوية مترقعة، ستايل مترقعة. طب انا بفرقه ازاي عن اي ستايل؟ هو بيبان بصراحة، يعني انت لو شفت اي ستايل هتلاقي فيه الوان كتير وملهاش علاقة ببعض شوية، تفاصيل حتى رصة الارت وورك بتبقى مختلفة، ده كده اعرف دايما ده كده ستايل بوهيمي. بس الستايل البوهيمي بيعتمد على حاجة اسمها more is more، او كل ما هو كتير مكان كتير كل ما كان احسن، يعني هات ما عنديش مشكلة، الفراغ بيسع من الحبايب 1000 فمش مشكلة، هيسع لي من الديكورات 1000. هو بيشتغل اكتر على الناس اللي بتحب تضيف ديكورات خاصة بمثلا حد، لو حد بيسافر كتير، لو حد
بيشوف او بيعرف ثقافات كتير هتلاقيه قوي بيميل للستايل البوهيمي، لانه بيبقى عايز يضيف من كل ثقافة هو عدى بيها او مر بيها او عجبته يحطها في الفراغ عنده. فنلاقي ان انا عندي مثلا حاجات خشب، ونلاقي ان احنا عندنا حاجات تانية لو خشب صافية اللي هي كنا بنتكلم عليها في الريفي، بدأ هنا يبقى فيها، لا ده فيها تفاصيل، فبدأ ياخد من ستايل تاني خالص. بدأ يقول لي لا انا عايز اضيف حاجات عربي. يعني بتلاقي دايما ان الستايل البوهيمي لامم من كل ثقافة حاجة، واخد لي من كل ثقافة في بلد حاجة. الالوان بتاعته بتبقى الوان بنسميها الوان ترابية، اللي هي بيبقى فيها الدفء او اللمعان. يعني لما بنيجي كده نشوف اي لون من دول ما تحسش ان انت في حاجة شاذة، لا هو بيستخدم الوان احنا بنسميها الالوان الترابية الدافية، البني الغامق، الاخضر الرمادي، دول كالوان اساسية. الاخضر هنا بدرجاته، او الاخضر هنا بدرجاته، الرمادي معانا بدرجاته، البني سواء بيج او رايح للرماديات او كافيهات اكتر برضو بدرجاته. ويبدأ يستخدم في الفرش الوان تانية فرعية زي البرتقاني، زي الاحمر، زي الاصفر، الالوان بقى اللي هي زي ما نقول ايه النارية. بيبدأ يستخدم التفاصيل بتاعة الالوان دي في الفرش نفسه، فبيبدأ ان يديك مساحة. يعني الالوان الفاتحة هو بيعتمد كتير قوي في الارضيات على الالوان الفاتحة، عشان دي بتدي له مساحة، بتديني مساحة قدام العين. فالمساحة دي انا هقدر املاها بأي تفاصيل انا عايزاها، سواء بقى من الفرش، سواء من السجاد، سواء من الفازات، سواء من الارت ووركس اللي على الحيطان، سواء ايا كانت ايه التفاصيل اللي هتتحط هتمشي معايا فيه. الحاجات بقى الكروشيه والحاجات الفرش العتيق اللي هو الديكورات او الانتيكس اللي احنا بنتكلم عليها، كل ده بحيث ممكن تكون كل قطعة في الفراغ بتاعك حكاية، او بتدل على ثقافة معينة او بلد ما. وحدات الإضاءة في ستايل البوهيمي بيعتمد دايما على الاباجورات، الفوانيس، مش بقى السبوتات، ومش الاندايركت لايت، لا يعني محدش في ستايل بوهيمي تلاقيه بيعمل بيت نور ولا بتلاقيه حاطط سبوتات، لا دايما البوهيمي بيعتمد على وحدات الإضاءة اللي متثبتة في الفراغ، يا اما على ترابيزات او على الأرضية زي الاباجورات او الابليك بس بشكل المودرن بتاعها، او وحدات في السقف زي ما احنا شايفينها كده بسيطة. ولكن لا يعتمد على السبوتات ولا الاندايركت لايت. فاللي يبقى شغال نظام بوهيمي ويجي يحط سبوتات واندايركت لايت يعرف ان هو كده عمل دمج ما بين نظامين او ستايلين في الديزاين. ايه كمان؟ النباتات فيه او الزرع فيه ليه عامل اساسي قوي، وهو بالنسبة له بيعتمد كمان اكتر على النباتات اللي بتبقى متعلقة على الحيطان من السقف، زي ما احنا شايفين كده هنا، وزي ما احنا شايفين هنا، زي ما احنا شايفين هنا محطوطة على ترابيزة. بيعتمد كتير قوي على النباتات اللي بتبقى مستوى عالي او مستوى النظر فيها عالي، لان ده بيضيف له في الفراغ، ده بيضيف له في الفراغ. فده كده النظام البوهيمي، ده كده النظام البوهيمي. طبعا هو من احلى الستايلات بس يتعمل صح ويبقى مدروس وتفاصيله بتبقى كتير شوية، لانه بتشتغل على حسب مزاج العميل قوي. لازم تبقى عارف هو راح فين، وايه الالوان اللي بيحبها، والستايل بتاع الفرش اللي هو بيحبه، والكلام ده كله. طيب نيجي بعد كده عند الاندستريال ستايل.